بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحببت أن أتأمل معكم وأتوقف مع هذه الآية العظيمة التي بالفعل يخشع لها القلب أيها الأحبة عندما ندرك دلالاتها وعظمة ترتيب هذه المعاني فيها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. 10 أصناف، تلك 10 كاملة. لماذا هذا التسلسل أيها الأحبة؟ وما الفرق بين المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين إلى آخره؟ الآية تبدأ بترتيب عجيب أيها الأحبة. أول مراتب الإسلام هو الإسلام، يعني أول مرتبة للقرب من الله وللعمل الصالح هو الإسلام، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. لذلك تجد لدينا اليوم 2 مليار مسلم، ولكن هل كلهم مؤمنون؟ الكل يدعي أنه مسلم. فإذا يرتب حسب الأكثرية. إذا أنت الآن مسلم، المسلمين والمسلمات، المسلم الحقيقي أيها الأحبة لا يكذب ولا يؤذي أحدا ولا يأكل مال أحد، يقيم أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام وحج البيت. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إذن القاعدة العريضة من الناس هي مسلمون. طيب، هذا الصنف يجب أن يحقق مواصفات أخرى، أو أن هذا الصنف مشمول مع بقية الأصناف إذا تحلى بصفات الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أهم شيء في الإسلام ألا تكذب، وأهم شيء حسن الخلق، وأهم شيء أن لا تؤذي أحدا، وأن تحسن للآخرين. كل هذا يندرج تحت المسلمين. طيب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طيب، المؤمنين والمؤمنات، إذا درجة الإيمان أعلى، درجة الإيمان أعلى من الإسلام، لأن الإنسان قد يؤدي الصلوات ويزكي ويحج البيت ويصوم، ولكن ثقته بالله ليست قوية. تقول له يا أخي الله قادر أن يرزقك، يقول لك كيف، وهو يطبق كل هذه الأركان على فكرة يعني. إذن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. كثير من المسلمين اليوم، وهذا سبب مشاكلنا حقيقة، أنهم لا أقول لا يقتنعون، إنما لا يستيقنون بالقضاء والقدر. إذا أصاب أحدهم شر يجزع ويخاف ويلجأ إلى الناس لمساعدته وينسى رب الناس سبحانه وتعالى. إذن الإيمان درجة أعلى أيها الأحبة. الآن والقانتين والقانتات، مريم ابنة عمران عليها السلام كانت من القانتين، كانت من القانتات. إذن القنوت هو الخشوع، أو هو يعني مرحلة من مراحل الخشوع، مرحلة من مراحل الثقة بالله، تسليم الأمر لله. القنوت أن تخضع وتسلم أمرك لله. لذلك ليس كل المؤمنين قانتون، ليس كل المؤمنين قانتون،
هناك مؤمن يقنت في الليل، حتى هناك يعني أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هناك إنسان يقنت خلال الليل، يصلي ركوع يعني صلوات صلاة الليل، يخشع لله، يتواصل مع الله بقلبه وروحه، يثق بالله، هذا كله قنوت ودرجة أعلى من الإيمان. الآن الدرجة الرابعة أيها الأحبة، والصادقين والصادقات. سبحان الله، إذن الصدق مرتبة عالية فوق الإسلام وفوق الإيمان وفوق القنوت. الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الصدق مرحلة أعلى من التقوى حتى، لأن المؤمن والمسلم قد يخشع في الليل ويقنط، يقنط بالتاء وليس بالطاء، لأن قنط يائسة، كلمة مختلفة تماما، بينما قنط أي تذلل لله عز وجل. الصادقين مرتبة عالية، مرتبة عالية الصدق أيها الأحبة. من الصعب أن يلتزم الإنسان بالصدق دائما، تجد يعني يضطر أحيانا للكذب، فلذلك أن تكون صادقا شيء صعب، ليس بالأمر السهل. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام سمي بالصادق الأمين، لم يجرب عليه كذبا صلى الله عليه وسلم. إذن الصدق مرحلة أعلى. المرحلة التي تليها أيها الأحبة والتي هي أعلى من الصدق، الصبر. لذلك قال والصابرين والصابرات، لأن الصبر يحتاج إلى أن تلجم هذا الغضب، تكظم الغيظ، أن تعفو عن الناس، أن تصبر على ما أصابك، أن ترضى بالقضاء والقدر، ترضى بالبلاء، كما رضي سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب ماذا قال؟ اليوم إذا واحد فقد ابنه وهو يعلم أن أولاده كاذبون، يفعل الأفاعيل حتى يجد ولده. سيدنا يعقوب بكل بساطة قال فصبر جميل، وهو يعلم أنهم يكذبون عليه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، سلم أمره. هذه مرتبة الصبر. دخول الجنة لا يتم إلا بالصبر، وما يلقاها إلا الصابرون. طيب، هناك مرتبة أعلى من الصبر هي الخشوع أيها الأحبة. الخشوع يعني مرتبة عالية جدا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو مفتاح النجاح، والخشوع عملية صعبة. يعني أنت، نحن سأعطيكم مثال على ذلك. الذي يخشع يجب أن يبكي عندما يسمع القرآن، كلما استمع إلى آيات الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كثير من الناس يسمع القرآن ليلا نهارا، لا تدمع عينه، لا يخشع. ما الذي حدث؟ إذن هو لم يصل إلى هذه المرتبة، مع أنه مؤمن وصادق وصابر، ولكن مرتبة الخشوع أعلى بكثير أيها الأحبة. الآن هذه مواصفات يعني لنقل نفسية أو عمل القلب، مكانها القلب. الخشوع مكانه القلب، الصدق، الصبر، الإيمان، الإسلام، القنوت، عمل قلبي. هناك أعمال مادية ولكن صعبة جدا. يعني إنسان قد يطبق هذه العبادات، الصبر والخشوع والإيمان، ولكن إذا كان معه مبلغ من المال يعني يتصدق بالقليل. لذلك ذكر هنا
المتصدقين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، من يفعل هذا اليوم؟ أعطوني مثال على ذلك. نحن نتصدق ولكن بالقليل، إذا معك مثلا 100 تتصدق بخمسة مثلا أو بعشرة أو بثلاثة أو أقل، ربما لا يتصدق، يقول ليس معي. ولكن تخيل أنك لا تملك إلا 100 وتتصدق فيها. إذن التصدق المتصدقين هذا معنى عالي جدا أيها الأحبة، انظر كيف يرتفع معك بهذه المعاني. طيب، الصائمين والصائمات، ربما يعني الصوم بينك وبين الله، كما قال الله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا هنا مرتبة الصائمين عالية جدا، لماذا؟ لأنك تترك الطعام والشراب وهذا بينك وبين الله. يعني أنا مثلا اليوم صائم، لا أحد يراني، ما الذي يمنعني أن أشرب الماء؟ بل لماذا أصوم؟ يعني أمام من سأقول إنني صائم؟ ماذا سيقدم لي المجتمع إذا صمت؟ لا شيء. إذن هي عبادة بينك وبين الله. الإسلام قد تتباهى بإسلامك، الإيمان قد تتباهى به، الصدق قد يقال عنك صادق، فيعني أنت تشعر بشيء من الفرح والسرور. الصبر يقال فلان صابر، أو الخشوع ما أكثر خشوعه. المتصدق يمدح أحيانا، والله فلان متصدق، فلان جواد، فلان يعطي. طب الصائمين والصائمين والصائمات، لا تستطيع أن تمدح أحد وتقول إنه كثير الصيام، كيف ستعلم ذلك؟ هذا أمر بينه وبين ربي. طيب، هناك قضية أيضا، كل هذه الأمور يمكن أن يطبقها الإنسان، ولكن الحافظين فروجهم والحافظات، أن تحفظ فرجك تماما وتغض بصرك عن عما حرم الله، حقيقة هذا الأمر على الرغم من ظاهريا إنه سهل ولكن صعب. حفظ الفرج أيها الأحبة، حتى يعني في أفكارك تحفظ فرجك، تحفظ لسانك وبصرك. أن يحفظ الإنسان نفسه من الشر، يمكن ألا يزني، يمكن ألا يرتكب الفاحشة، ولكن كل إنسان، كل شاب بخاصة، تراوده أفكار، يرى فتاة أحيانا جميلة ينبهر بها، يرى منظر عبر في التلفزيون، في الإنترنت، في الشارع، يتأثر، تتحرى غريزته. أما أن يحفظ فرجه تماما، عملية صعبة. وحفظ الفرج هنا أيها الأحبة يشمل غض البصر أيضا، ويشمل الانتهاء عن كل ما حرمه الله. لذلك انظر، يعني هذه مراتب تتدرج. آخر مرتبة وهي العاشرة ما هي؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لماذا ختم الله بها أيها الأحبة؟ القرآن كله متناسق مع بعضه. نتذكر أن الله يقول: ولذكر الله أكبر. ذكر الله يتفوق على كل هذه العبادات، ما رأيكم؟ حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا قوة وطاقة الذكر وأهمية الذكر. لا شيء يعلو على ذكر الله سبحان الله. لذلك ختم الله الآية، وضع لك 9 مواصفات يمكن للمؤمن أن يتحلى بها ويرتفع ويرتقي، وختمها بالصفة العاشرة وهي ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تلك عشرة كاملة، وضع 10 مواصفات تعني الكمال. إذا تحليت بها أيها المؤمن، يعني أنت إنسان كامل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصديقين والشهداء والصالحين عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك أحاديث غريبة جدا وردت على لسان حبيبنا عليه الصلاة والسلام تؤكد على أهمية الذكر. يعني يكفي أن الإنسان يقول مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة،
من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما هذه القوة؟ 100 مرة لا تكلف أكثر، لا تكلفك أكثر من 5 دقائق، تلغي كل ذنوبك مهما كانت مثل زبد البحر. زبد البحر كم حجمه؟ لا تستطيع حسابه. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وكذا كذا، حديث طويل يعني. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه. فالذكر أيها الأحبة من أعلى الأعمال، لذلك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه الآية تعلمنا أهمية الذكر ومقام الذكر. فاذكروني أذكركم، يعني يكفي أنك عندما تقول لا إله إلا الله، الله يذكرك بين الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. طيب، شيء عظيم أن الله يذكرني. أنا الآن أذكر الله فالله يذكرني، وأنت إذا ذكرت الله وقلت لا إله إلا الله سبحان الله أستغفر الله. وقمة الذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك أحبتي في الله أرجو أن نحفظ هذه الآية، نكررها، نتذكر ما فيها، نتأملها ونعمل بما فيها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.